كابتن ماهر، اهم الذكريات بقى اللي كانت بتجمعكم مع بعض. بص اسلام، زي ما قلت لك كده، يعني طبعا البرنامج عمل صدى كبير جدا جدا في أيوة مصر، مظبوط. حتى الناس كلها يمكن كانت بتطلب ان هو ان شاء الله باذن الله احنا على طول بنعيده. والله يا كابتن الموسم الجديد عارف ان شاء ليه الله يا في كابتن؟ رمضان. معلش انا اسف ان انا هقطعك في هذه الجمله وحضراتكم برضو، لان احنا خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه مش عارف اقولها ازاي، ولكن ما بنسمعش غير البذاءات وحاجات غريبه جدا بتتقال، وحاجات غريبه جدا بتبقى جديده على عالمنا في الرياضه وفي كره القدم تحديدا. وبالتالي يا كابتن ماهر، لا، برنامج زي رد الجميل ده بيعيد قيمه الرياضه في مصر، ان لما بالظبط يبقى الكابتن حمدي والكابتن جمال والكابتن حسن شحاته واساطير كبيره جدا واسماء كبيره جدا في شباب ما يعرفهمش يعرفهم من خلال هذا البرنامج، اعتقد ده شيء محترم جدا. جدا. ويعني طبعا بنحيي طبعا اسره برنامج النادي الاهلي، وخصوصا اسامه صاحب الفكره الجميله ديت، والمسانده اللي كانت من الكابتن محمود الخطيب. عايز اقول لك حاجه يا اسلام، اتفضل يا كابتن. قبل ما هتكلم بقى على يعني العشره اللي بيني وبين حمدي نوح اللي هي اكتر من 40 سنه يمكن، عايز اقول لك ان البرنامج كمان قرب جميع الاجواء وجميع النجوم من بعض، ودي كانت حياتنا. صحيح حياتنا خد بالك واحنا موجودين في الملعب، يعني ما كانش صحيح. فيه زمالك واهلي، لا، كان كل دول منتخب مصر وزمايل واخوات مع بعض. يعني انا عايز صحيح. اقول لك مثلا من ضمن الحاجات اللي في معسكر المنتخب القومي، تلاقيني انا وحمدي نوح ومسعد نور الله يرحمه موجودين الله في اوضه واحده. يرحمه. يعني بص العلاقه اللي بيننا وبين بعض. عايز اقول لك ان حمدي علاقتي بيه من ايام الدراسه. انت عارف يا اسلام زمان كان في ايوه دوري المدارس، ايوه صح فكان منطقه القاهره مع صح الجيزه يا جمال و صح وكان لعبنا منطقه فيه. القاهره كانت بتكسب على طول، ورحنا رايحين اسكندريه بقى هنلعب مع اسكندريه ومع فيوم الصعيد على اللي يكسب ياخد بطوله الجمهوريه. احنا طبعا كانت مشكلتنا ما عندناش حد يخلصنا في حته الحته القداميه، فطبعا احنا كنا عاملين طبعا نسينا حمدي حمدي نوح نسيناه. يعني احنا رحنا سافرنا وعسكرنا في، فاكر حمدي انت، في سان ايوه مارك، باين مدرسه اسكندريه. سان مارك، ايوه ونسينا حمدي. يا نهار فاضطر ابيض. طبعا المشرف، المشرف طبعا بعت واحد كان عماد عم مؤمن ده صاحبنا الثالث دوت، ايوه ونزل جاب حمدي وجه. طبعا احنا كان بالنسبه لنا طبعا يعني كنا قلقانين جدا هنلعب ازاي من غير حمدي. ياه. فلما وصل حمدي طبعا ما عندكش فكره الفرحه ومع طبعا. ذلك يا كابتن كانت المباريات اللي بتلعبوها حضرتك كنت دايما بتبقى ماسك كابتن حمدي في المباريات اهلي ومقاولين. بالظبط، يعني المدارس مع بعض، احنا مدرسه كمنتخب مع بعض، لكن مباراه بقى الدوري بيننا وبين المقاولين طبعا انت بتلعب على واحد، يعني مش عشان هو موجود، من اخطر الفراود اللي ممكن تشوفها اسلام في تاريخ الكره المصريه. يعني حاجه اولا العاب الهوا حدث ولا حرج. حته الستايل، حته المهاره، حته التصويب، حته المراوغه. يعني حمدي كان من المهاجمين اللي هم بيجمعوا كل المواصفات اللي ممكن تتخيلها. يعني مره من المرات واحنا بنلعب في منتخب مصر يا جمال، كان التمرين في النادي الاهلي، فحمدي جاب جول عالمي في التمرين، في التمرين في 5000 واحد. فطبعا الناس قعدت تسقف وتحيي حمدي. فقال لي يا عم ماهر، انا عايز اقول لك حاجه، الجول ده بجيبه في المقاولين على طول، بس مع الاسف في طوب، يعني مدرجات خاليه من الجماهير، يعني فرق الجماهيريه طبعا، فمحدش بيحسسني بالمتعه دي. فالنادي الاهلي حاجه 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 كبيره، حاجه كبيره جدا. الجماهير عملت ايه؟ أي. حسستني بقيمتي كراجل مهاجم على اعلى مستوى. حقيقي.